مرحبا يا حلوين، كيف حالكم؟ اليوم سأخبركم قصة جديدة. الشخصيتان في القصة أختان، وسنرسم ونعبر عن الأمل. ولكن هل تعلمون ما هو الأمل؟ الأمل هو عندما نرغب بشيء ما. مثلا الأمل هو عندما نقول أنا أتمنى أن تكون سعيدا. إذن هل أنتم جاهزين للاستماع إلى القصة؟ لم تمطر السماء لزمن طويل، لذا كانت الأرض متشققة والزهور تتلاشى. سألت الفتاة صغيرة أختها: يبدو كأن الأرض والزهور عطشانة، ماذا علينا أن نفعل؟ أجابت الأخت: يمكننا أن نسقي بعض منها، لكن لا يمكننا أن نسقي كل الأرض والزهور، يجب أن تمطر السماء. قالت الأخت الصغيرة: آمل أن تمطر غدا. نعم، آمل أن تحيا الأرض والزهور مرة أخرى. سنقوم برسم الأخت الصغيرة. نرسم زهرة ميتة.
الأرض المتشققة. سنلونها. ونلون الخلفية أيضا.
واكتملت رسمتنا. فإذا كانت قصتنا اليوم عن أختين تتمنيان أن السماء تمطر، وهما ينظران إلى الأرض المتشققة والزهور الميتة. وأنا ميس دامبي آمل أن تمطر قريبا أيضا. هل أنتم يا أصدقائي رغبتم بشيء ما؟ تذكروا هذه الذكرى وعبروا عنها من خلال الرسم. إذن أراكم في المرة القادمة. باي باي.